صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. أصبح عليكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في بداية برنامجنا مستمعين الكرام، أحب أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، معنا الأستاذ حسني البلاونة، ومن نور دبي بيكون معنا اليوم مخرجنا ناصر السليمي، وبكون معاكم اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة العلي. دائما مستمعينا يسعدني تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. في حلقتنا لليوم من برنامج صحة وسعادة بنتناول العديد من الفقرات الممتعة والمفيدة بإذن الله. اليوم بنتناول مثل ما عودناكم دائما آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم بيكون معنا لقاء خاص مع أحد الأشخاص المتبرعين الدائمين بالدم لمركز دبي للتبرع بالدم. وفي فقرتنا للتغذية لليوم بنتكلم عن فوائد الشمر. كونوا معنا مستمعين على مدار هذه الساعة. نبدأ البرنامج بخبرنا لليوم، واللي يقول نصف البشر يعانون من الصداع. كشفت دراسة نرويجية جديدة أن واحدا من بين كل 6 أشخاص على كوكب الأرض يصاب كل يوم بالصداع، ويعاني نصفهم من ألم شديد بما يكفي لاعتبارهم مصابين بصداع نصفي. وقامت الدراسة بمراجعة 357 دراسة سابقة أجريت بين عام 1961 وعام 2020، وتوصلت إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعانون من اضطراب صداع نشط. وتمتاز الدراسة الجديدة اللي أجراها الباحث لارس جاكوب ستونس وزملائه من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، اللي رصدها أن نسبة الإصابة بأنواع معينة من الصداع، حيث وجدت أن 7% من سكان العالم يعانون من الصداع النصفي، و9% يعانون من صداع التوتر والإجهاد. كما رصدت الدراسة أن 17% من النساء تعانين من الصداع النصفي في العالم، بينما تبلغ النسبة بين الرجال 8.5. ولاحظت الدراسة أن الإصابة بصداع نصفي لمدة 15 يوم أو أكثر كانت الأكثر شيوعا لدى النساء. ووجد فريق الدراسة أن الصداع هو السبب الرئيسي للإعاقة عن العمل لدى من تقل أعمارهم عن 50 عام، وأن بينما تزداد الآلام الجسدية مع الاقتراب من سن التقاعد، فإن الصداع النصفي والصداع هما المصدر الأكثر انتشارا للألم في السنوات اللي يكون فيها الإنسان نشيط. وتتعدد أسباب الصداع ما بين عوامل وراثية والإجهاد ونقص ساعات النوم وكذلك الإفراط في الأدوية. ودعا فريق الدراسة إلى تبني خيارات الوقاية من أسباب الصداع، ووضع أنظمة صحية توفر خدمات وتتيح معاملة جيدة للمصابين بالصداع، وتمكنهم من تقليل الأثر السلبي للصداع قدر الإمكان. وبهذا مستمعينا كان خبرنا اليوم اللي يتحدث عن الصداع. صح من الصبح شوي نصدعكم بهالأخبار، ولكن هاي دراسات نحب نشارك فيها مستمعينا الكرام. وكذلك نحب ننوه في برنامج صحة وسعادة أن الصداع لا يصيب فقط الكبار، ولكن أيضا ممكن الصداع يصيب الأطفال، وهاي حالات أيضا نشوفها. فعلى الأم اللي تشوف أن طفلها لا سمح الله يعاني من الصداع، لازم تتوجه للطبيب وتشوف وتزور أكثر من طبيب، لأن هاي من الحالات اللي شفتها حواليني أنه ممكن أن الطفل يكون يصاب أيضا بالصداع النصفي بحكم الوراثة. نحن ما نخوفكم، ولكن نقول دائما أن الحرص واجب. حرام إذا في طفل يعاني من الصداع نخليه نقول لا بيستوي أوكي هو بخير وهو شيء، لا، نصير نودي الطفل ناخذه من يدين ودي عند الطبيب المختص، ونعرف إذا هو فعلا يعاني من الصداع أو فعلا عنده صداع نصفي أو لا.
مستمرين معاكم بفقرات برنامج صحة وسعادة، ولكن الحين بنبدأ الفقرة الأولى من البرنامج اللي مثل ما عودناكم عليها اللي ناخذ فيها وسائل التواصل الاجتماعي وآخر المستجدات فيها مع الأخت أسمة الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي. دائما أسمة تحدثنا عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. نشوف أسماء إذا جاهزة أو لا، ولكن نحن دائما نحب نذكركم بحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هو DHA_Dubai للحساب اللي على إنستغرام، ودائما وأيضا تويتر DHA_Dubai، وللفيسبوك Dubai Health Authority. بتحصلونا موجودين في كل مكان، حتى في تيك توك موجودين نحن. ولكن قبل ما نحدثكم أكثر عن منصة تيك توك، بنخلي أسماء الجناحي اليوم تخبرنا عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي عندها. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور الصين. يا هلا فيك أسماء، صباحك خير وسعادة. خبرينا أسماء، شو عندك مستجدات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ مثل ما قلناكم يوم أمس نحب نبدأ ننشر نشرات خاصة بموسم الصيف في طبعا في جو الجميل البارد، فنحن حاطين مجموعه من النصايح ان كيف ممكن الصيف يكون فعلا ممتع ويكون صحي. غالبا نحن ما نستمتع لان نحن اصلا بعض الممارسات اللي نسويها غلط، وهالشيء اللي تعبنا وعسبتي احنا اصلا نتعب اكثر في الحر. لذلك حطينا مجموعه من النصايح واللي هي تقول حافظ على نشاطك البدني. صح نحن نقول لا تمشي تحت الشمس، لكن ممكن واحد يسوي ويحافظ على النشاط البدني بأكثر من طريقة. وأيضا أحيانا أجرب أمشي بعد الساعة 7، الجو أحيانا يكون فيه هواء مو دائما يكون فيه رطوبة، لذلك ممكن نحن نغير الأوقات اللي نحن نمشي فيها إذا نحن من أشخاص نحب أن نمارس رياضة الهواء الطلق، أو نحن نستبدلها بالأماكن اللي مثل ما نقول المغلقة، نوادي رياضية في البيت كذا، ما يمكن نحاول نسوي النشاط يعني نركز على النشاط البدني. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن دائما ننصحها ارتداء الملابس الخفيفة وتكون قطنية. نتعب أكثر في الحر لأن نحن ما نلبس الملابس المناسبة لفترة الصيف، لذلك نحن دائما نحب الأسود. شو نسوي؟ أحس الأسود يجذب الحرارة ونحن مصرين نلبس أسود في السود. أحيانا شوف أشخاص يلبسون طبعا هالكلام مبحق اسم الجناحي قماش يعني يخليك تحسين حرانة. المستمعين الكرام لازم يعرفون ان اللي مو شايف اسم الجناحي تقدرون تتخيلون ان اسمه تلبس كل الالوان ما شاء الله، كل يوم تينا وردي اخضر ابيض ازرق، فهالكلام مو بحقك. اي والله علبه الوان ما شاء الله عليك اسمه. كملي حديثك عن صحيح كلامك ان ممكن ان نحن تاثير ان نحن نلبس ملابس ممكن لونها اسود وايد، يعني ما اذكر بس العباه، حتى تحت العباه وفوق العباه القماش يكون مو مناسب، يعني أحيانا حتى نوع القماش، الطريقة اللي نحن نلبس فيها ثيابنا، كل هالأشياء تؤدي لأن نحن ممكن نحس بكتمة أو إنه ما نستمتع بيومنا. حتى أيضا مو بس هاي، يعني شرب كمية كافية من الماء. بعض الأشخاص ما يشربون ماء، بس المعلومة إذا الواحد حس إنه عطشان هذا يعني إن جسمه يعاني من يعني بداية جفاف، مثل ما نقول إن فعلا أعضاء تحتاج إلى ماء. أقل شيء واحد ممكن يشربه إنه دائما ينصحون في ماء أكواب، لكن اللي أكثر شيء ينصحون فيه إنه واحد يشرب ماء حسب حاجة جسمه أو حسب وزنه. لذلك إنه نحن أيضا من ضمن النصائح اللي بنحطها خلال فترة الصيف كيف الواحد ممكن يحسب الطريقة الصحيحة، وهي بتكون من ضمن نشراتنا. عشان ننصح دائما يتابعون حساب هيئة الصحة بالدول. أيضا اتباع النظام الغذائي الصحي، بعض أنواع الأكلات اللي نحن ناكلها أو الطريقة اللي نحن ناكلها فيها تخلينا نحن نحس إن نحن تعبانين. مثل إذا واحد يعني يوفر يخلي الأكل كله في وجبة واحدة، أو إن ناكل أكلات يعني دائما ينصحون إنه يكون في تقسيم الوجبات من الصبح للمساء، إنه ما تكون وجبة واحدة دسمة لكن تكون موزعة على اليوم، وهذا تبي يحافظ الإنسان على نشاطه خلال اليوم. ودائما النصيحة اللي نحن دائما نقولها الحرص على استخدام واقي الشمس، حتى لو ما نحب اللي يقول بشرتي دهنية، في وايد أنواع، في حق البشرة الدهنية، حق البشرة مو دهنية. دائما نحن ننصح الواحد يشوف شيء يناسبه سواء كانوا رجال ولا نساء، واقي الشمس لازم يكون للكل. وأيضا التجنب تعرض المباشر لأشعة الشمس. وآخر نصيحتين نحن كنا حاطينها أخذ قسط كافي من النوم
وأيضا نهتم بصحتنا النفسية. وايد مهم أن الإنسان يهتم في صحته النفسية. بعض الأشخاص يميلون يعني تنسيهم تتعب أكثر في الصيف، لذلك نحن ننصحهم أنهم يركزون على هذا الموضوع. تقريبا هاي النصائح اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع أنهم يشوفون هاي النصائح ويطبقونها ويستفيدون منها، وهذا اللي عشان صيفنا يكون أكثر متعة وأكثر سعادة. نعم، شكرا لك أسماء الجناحي على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها حول الصيف، وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقات قادمة. مستمعين الكرام، الحين عندنا مداخلة مع الأخ أحمد إذا ما خاب ظني صح، بعد الفاصل. أوكي مستمعين الكرام، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع ناخذ المكالمة اللي معانا عبر الهاتف ونواصل فقرات برنامج صحة وسعادة. خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. مستمعين الكرام، مثل ما قلت لكم قبل الفاصل ان اليوم بناخذ معانا مكالمة عبر الهاتف، بيكون معانا اخونا عبد الله وعنده مداخلة حاب يشارك فيها. صباح الخير اخوي عبد الله. حياكم الله، صباحكم الله بالخير. يا هلا فيك، مرحبا بك في برنامج صحة يا سعادة. مرحبا والله. مداخلة ان شاء الله، متابع برنامجك والبرنامج الطيب والله، يعني كل برامجكم متابعة على نور دبي. شكرا لك اخوي، هاشرف الله يحييك. برامجكم صحيح شيقة وممتعة جدا يعني، وفيها فائدة عظيمة يعني. تسلم تسلم. الله يسلمك. أنا كان معي صداع نصفي أنا وأخو إلي. نعم. وراجعنا الأطباء، اللي يقول ممكن نقص سوائل، اللي يقول مثلا ممكن وراثي. فآخر شيء توصلنا دكتور قال ظلك اشرب مي وحليب طازج، حليب يعني فرش. نعم. ففعلا أكثر تقريبا حوالي شهر على المعدل، ومن فضل الله عز وجل من 2014 لغاية الآن ما ردنا نهائيا. وأنا متابع الموضوع يعني حليب الطازج والمي، أكثر شيء السوائل المي. معلومة حلوة بعد ما نتأكد منها من الأخ يعني من الدكتور المختص. الصراحة اليوم بنتصل فيه وبناخذ منه هاي المعلومة، هل فعلا الماي والحليب الفرش مع بعض ممكن يعني الشرب المستمر لهم يعني يقضي على مثل هذه الأنواع، مثل هذا النوع من الصداع؟ لأن بتفيد يعني وايد ناس الصراحة إذا خاز الصداع عنهم. والله إن شاء الله. وبعدين هذا يعني المي سبحان الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. والحليب كمان شيء. كم كمية الماء أخوي عبد الله اللي تشربها تقريبا؟ والله أنا أشرب تقريبا في اليوم مش أقل، بالشتاء يختلف عن الصيف. الصيف أشرب 2 لتر إلى لتر ونص إلى 3 بعض الأحيان. نعم. في اليوم، ولازم تشرب يعني بالشتاء لتر لتر ونص. نعم جميل. وهاي كانت مداخلتك عبد الله، يعني حاب تنصح المستمعين على يعني والله. بحكم تجربتك يعني، هو احد الاطباء قال لك لعلاج الصداع ممكن انك تتناول الماي بكثره وكذلك الحليب الفرش. والله نعم. معلومه حلوه يا عبد الله، واكيد ايضا اخوي عبد الله يعني اكيد احنا ايضا بنتاكد من الدكتور المختص بنستضيفه معانا، بنحاول باكر لو ندخله معانا 5 دقائق يحدثنا عن هذا الموضوع اذا هل فعلا له علاقه بالصداع. وشكرا لانك اتصلت فينا وشاركتنا هالتجربه. وتدلع خير كفاعله يعني ان شاء الله نكون. تسلم جزاك الله خير، وان شاء الله تكون في حد اليوم يعاني من الصداع وجرب انه هو يكثر انه يشرب ماي بكثره وكذلك الحليب. شكرا لك اخوي عبد الله. الله يحييك، يا مرحبا والله. مستمعين الكرام، عبد الله اليوم حاب انه يفيدكم ويقولكم معلومة صحية، واكيد نحن ايضا نحب ان ناخذ هذه المعلومات الصحية منه وناخذها من ايضا مصادرنا من الاطباء المختصين ايضا. ولكن هو ما قال شيء مضر الصراحة، يعني قال حليب فرش وقال ماي وكثرته، كثرة تناوله او باعتدال تناوله ممكن انه يقضي على الصداع. واكيد الماي ممكن يقضي على كل شيء الصراحة، اللي متعود يشرب ماي ما حس انه يعاني من وايد اشياء. فنحن نقول مستمعين الكرام نرجع
لفقرات برنامج صحة وسعادة، والحين بنبدأ معاكم في فقرة التغذية. اليوم في فقرة التغذية بنتكلم عن الشمر، واللي هو أحد أهم النباتات المستخدمة في العلاج من العديد من الأمراض بسبب فوائده الصحية والمتنوعة. هو كنز غذائي يتم استخدامه في مختلف أنواع الوصفات الطبية الطبيعية. والحديث أكثر عن الشمر وعن هذا الموضوع بتكون معنا اليوم الأستاذة إيمان محمد، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة إيمان. صباح النور عليك وعلى جميع المستمعين. يا هلا فيك في برنامج صحة وسعادة، نورتينا. تسلم كثير. أستاذة إيمان، اليوم حديثنا عن الشمر. صراحة أنا عرفت الشمر يمكن مع يعني قبل كم سنة شوية، مو من زمان اتعرفت عليه وعرف انه له فوائد كثيرة، فنبغى نعرف بداية شو هي القيمة الغذائية للشمر. اوكي، بداية هو يعتبر من الخضروات اللي كتير استخدموها في وصفات، مش بس يعني في الاكل، كمان وصفات طبية. بعض المركبات الطبية فيها بيحتوي على الاكستراكت او المستخلصات من الشمر. فبداية هحكي على القيمة الغذائية للشمر، إن كل حبة شمر توزن قريب 200 جرام وبتحتوي بس على 73 سعرة حرارية، فهي تعتبر السعرات الحرارية تبعتها منخفضة. وبيحتوي كل كوب من الشمر على 49 ميلي جرام من الكالسيوم، فهاي كل 100 جرام من الشمر تحتوي على 49 جرام من الكالسيوم، فهي تعتبر كمية عالية في من المصادر النباتية. يعني هي أعلى من التمر، التمر فيه تقريبا 25 ميلي جرام. نعم جميل. فكمان هو يعتبر من أعلى المصادر النباتية للبوتاسيوم والصوديوم والفوسفور، وزي ما ذكرت اللي هي الكالسيوم كما، ويعتبر مصدرا جيدا للعديد من المعادن والعناصر الغذائية زي حمض الفوليك، فيتامين إي، فيتامين كي، البيتا كاروتين، والنحاس والزنك والمنغنيز. كمان في دراسات كيميائية نباتية أظهرت إنه في كثير من العديد في كثير من المركبات القيمة زي الزيوت المتطايرة والفلافونويد والمركبات الفينولية والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية. وكمان هو مصدر طبيعي للإستروجين زي الهرمون الموجود في الصامنة. نعم طبعا أستاذة إيمان، هناك فوائد عديدة للشمر مثل ما ذكرتي من قيمته الغذائية. يعني أنا إذا بقولت تعرفت على الشمر يمكن في فترة يعني ولادة بنتي، كان يقولون أن الشمر مفيد لانتفاخ البطن، مفيد أنه ممكن تنقعينه بالماء تشربين الطفل، فهل هالكلام صحيح؟ يعني هو يعني عادة بعد الست شهور هاللي أنا سمعته. أوكي، بداية هو مفروض الأم المرضعة هي اللي تأخذ لو هي حابة أنه يتفضل، لأنه عبارة عن شاي أيضا. صحيح صح، ممكن أنا كنت أخذ صراحة عبارة عن شاي عضوي موجود حتى في كل مكان. صح، في بالصيدليات مثلا باكتات شاي من الشمر، أو في حتى حبوب الشمر ممكن أنت تنقعيها وتسوي منها شاي، أو ممكن الخضرة نفسها أنت تأكليها تتناوليها. يعني هتكلم أكثر على هذا الموضوع، بس الآن زي ما أنت حكيت إن هي لها كثير فوائد بسبب المركبات القيمة اللي حكينا عنها اللي هي الفلافونويد والفينوليك أسيد، فهي بتحتوي على معادن وفيتامينات زي ما حكينا غنية بالكالسيوم، مفيدة للمرضى لأنها هي تعتبر من مدرات الحليب، بتزيد إدرار الحليب. نعم. كمان الشمر زي ما ذكرت سابقا أنا إن هي تحتوي على خصائص دوائية دخلوها في كثير أدوية، وبالذات أدوية الأطفال لأنها تعتبر آمنة، فهي بتحتوي على مضاد، يعني مضاد للميكروبات والفيروسات والالتهابات والجراثيم، تخفض الحرارة والتشنجات، مضاد للتخثر ومضاد للورم. للناس اللي عندهم مثلا السكر غير منتظم أو مرتفع بتنظمه، وبتحافظ على مستوى دهون في الدم مناسب. كمان بساعد الشمر على علاج مشاكل الجهاز التنفسي، بساعد على علاج التهاب الشعب الهوائية، وبطرد البلغم، يعني كمان بيهدئ من الاسعال أو التخلص من ألام الحلق، لأنه زي ما حكينا هو يعتبر مضاد للميكروبات. نعم.
زي ما ذكرت انت الشمر معروف انه مضاد لانتفاخ البطن بسبب احتوائه على خصائص طارده للغازات، فهو بيدخل في الادويه للحد من اعراض عسر الهضم وانتفاخ البطن عند الرضع والاطفال الصغار، بس ما بنفضل انهم يعطوهم مثلا عشره الشاي او قبل عمر الست شهور. يعني ممكن الام المرضى هي تتناوله وبينتقل هو بالحليب، بس مش انه هي دايركت تعطي الطفل الشاي شاي الشمر قبل الست شهور. يعني بعد الست شهور ما في مشكله يدخل في نظامه الغذائي للطفل. يعتبر الشمر من المصادر الطبيعيه القليله للسيلينيوم، يعني ما عندنا كثير احنا مصادر غذائيه عاليه بالسيلينيوم زي الشمر. اوكي، فهو يعني السيلينيوم بيعتبر من المعادن الهامه اللي بتنظف الجسم من مختلف المركبات السامه اللي قد تسهم في نشأة السرطانات. كما أن محتوى الشمر من الألياف الغذائية بيساعد على أن يكون عامل مساعد في حماية من سرطان القولون. كمان الشمر بيحتوي على مضادات أكسدة بتساعد على حماية الجسم من الفري راديكلز اللي هي الشوارد الحرة اللي بتساعد زي ما قلنا على الوقاية من السرطانات، وكمان بتساعد على التخلص من مشاكل البشرة اللي هي حب الشباب والبقع الداكنة والتجاعيد علامات شيخ وخلي كلها بتسببها الشوارد الحرة. نعم كمان في دراسات تفضل. لا تفضل يا استاذ إيمان استكمل الحديث المشكلة. كمان في دراسات بتبين انه بيساعد على تحسين المناعة وتحسين ردود فعل الجهاز المناعي. جميل. فبيساعد على التخفيف من الالتهابات المزمنة اذا دخلوها في الاكل تبعهم بشكل يعني يومي أو إنه بشكل منتظم بالدايت. نعم أيضا أستاذة إيمان، يعني تقريبا لضيق الوقت أكيد المستمعين يعرفون أنه مثل ما عرفنا منك أيضا على قيمته الغذائية وعلى فوائد الشمر وكيف أنه له فوائد كثيرة، ولكن إذا في حد من المستمعين الحين أحب أنه يعرف أنا كيف ممكن أستخدمه، كيف ممكن أنا أستفيد من الشمر، كيف ممكن أدخله في نظامي اليومي لي أو لأبنائي، أو كيف أستفيد منه يعني بطريقة سهلة بما الوقت داهمنا وعندنا دقيقة. أكيد. أوكي. يمكن يعني ممكن أنهم يتناولوا الشمر يوميا مثلا بالسلطات بالوجبات الخفيفة سواء مطبوخ مسلوق مشوي أو في الفرن مع عدة أطباق، حتى أنه ممكن زي ما تفضلت أنت يستخدم شاي الأعشاب، أو ممكن حتى أنهم يضيفوا الشمر للعصائر الفواكه أو الخضروات مثل ما تقبل، ممكن أنه عصير الفواكه تبعه يضمنه. وممكن كمان في مثلا للكبار في العمر اللي هي المكملات الغذائية اللي في الصيدليات على شكل حبوب أو على شكل زيت مستخلص في الشمر. ففي كثير يعني طرق لتناول الشمر نقدر نقول. بالضبط. نعم. أيضا أستاذ إيمان عندنا مداخلة يعني عبر رسائل نصية القصيرة، يسأل يقول هل يفيد الشمر لمرضى الكلى؟ الشمر شوفي لمرضى الكلى لازم ينتبهوا لأنه في زي ما حكيت أنا محتويات عالية من البوتاسيوم، يعني بالذات لمرضى الكلى إحنا لازم ننتبه على اللاب فاليز أو اللي هي تحاليل الدم، ويعني يفضل قبل ما يبدأ مثلا أكلات أو يتناولها ويركز عليها يستشير الطبيب أو مثلا أخصائي التغذية الموجود إنه يعالج حالته. نعم يعني نقدر نقول لكل حالة تختلف عن أخرى أستاذة إيمان، وممكن أيضا يستشير الطبيب المختص أفضل، يعني ما يستحنا نقول إن أحسن ولا مو بأحسن صح، ولكن بشكل عام للشمر فوائد كثيرة سواء لجميع أنواع اللي نقدر نقول حتى لمرضى الكلى، ولكن ممكن يمكنهم استشارة الطبيب لمعرفة أكثر عن هذا الموضوع وعشان يكونوا متأكدين، لأن الحالات تختلف من حالة إلى أخرى. صحيح. نعم أستاذة إيمان محمد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هاي المعلومات القيمة وعلى وخاصة فوائد الشمر، لأن يمكن في كثير من الناس ما يعرفون أنه له فوائد كثيرة. شكرا لك. شكرا.
مستمعين الكرام، بعد فقرة التغذية بننتقل معاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل للحديث مع أحد المتبرعين الدائمين في مركز دبي للتبرع بالدم، وبناخذ معه هذه الرحلة اللي بداها في التبرع بالدم، وكيف هذا الشخص يعني قدر أنه يكون متبرع دائم، وممكن أنه يكون أيضا ينقذ حياة العديد من الأشخاص. ولكن خلوكم معنا بعد هذا الفاصل القصير، تريونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414 للرسائل النصية القصيرة 4006. بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم اللي صادف الأسبوع الماضي، سرنا أعزائي المستمعين أن نستضيف في حلقة اليوم أحد الأشخاص المتبرعين الدائمين بمركز دبي للتبرع بالدم، وهو السيد محمد أنيس الخياط. صباح الخير أخوي محمد. صباح الخير، الله يعطيك العافية يا رب. يا هلا فيك في برنامج صحة وسعادة. يعني بداية أنا يعني أحب دوري أني أشكرك أخ محمد على هذه المبادرة الإنسانية اللي أنت تقوم بها واللي ساهمت خلالها في إنقاذ حياة الكثير من المرضى. وحابين اليوم نحن معاك بمناسبة أن الأسبوع الماضي كان أسبوع المتبرعين بالدم، أن نحن نسلط الضوء على أشخاص مثلك أخ محمد اللي دائما يتبرعون بالدم، اللي يعتبر مثل ما نقول أنه مهمة إنسانية عظيمة. فنبغى نعرف منك شو هي الأسباب اللي خلتك أن أنت تكون مش فقط متبرع بالدم ولكن متبرع دائم بالدم، يعني متبرع بشكل مستمر في مركز دبي للتبرع بالدم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. وبتشكركم اولا على البرنامج الرائع دائما المتابع لمواضيع الصحه بشكل عام في دبي في الامارات. موضوع اولا شكر لله. اثنين، انا لي الشرف اني اكون متبرع دائم، الحمد لله هذا شرف لي بعتبره. الفكره من التبرع دائما هي العطاء، وبرايي الشخصي متواضع يعني أسمى أنواع العطاء يعني هي موضوع أنه شيء للصحة أكثر من عطاء المال، أهم بكثير. في عدة جوانب ممكن الإنسان يعطي فيها، وبرأيي لما يتبرع بالدم هو يتبرع فعلا لأشخاص ممكن بنسبة عالية جدا إنقاذ حياتهم، يعني موضوع إنساني بحت، وهي أرقى أنواع وسمات الإنسانية هي موضوع العطاء والتبرع للغير والتفكير والإحساس بالغير فعليا. نعم، مثل ما ذكرت أخوي محمد أنيس أن ممكن للأشخاص أنهم يتبرعون بالمال في أي وقت، ممكن أنت تتجه وتتبرع بالمال، وهذا أيضا يعني شيء يعتبر عمل إنساني، وعمل إنساني مهم أيضا التبرع بالمال. ولكن التبرع بالدم هو مو بأي شخص يقدر يقول اليوم أنا بروح وبتبرع بالدم، لكن لازم صحتك تكون جيدة، لازم أنت تكون إنسان معطاء، تكون إنسان فاهم معنى التبرع بالدم. يعني يمكن نحن نرجع فيك أخوي محمد إلى بداية يعني تبرعك بالدم، شو كان هو السبب يعني اللي دفعك أن أنت تقول والله بصير أتبرع بالدم؟ شو كانت يعني أول يعني مثلا نقدر نقول أول مرة تبرعت؟ ما شاء الله أنت متبرع حسب المركز 22 مرة متبرع بالدم، فنحن نبغى نعرف شو متى كانت يعني أول مرة تبرعت فيها بالدم؟ هلا للأمانة أنا ما بتذكر أول مرة تبرعت فيها، يعني ممكن تكون من زمن طويل، احتمال من 18 سنة أو أكثر بلشت بشكل تبرع العادي كنت أتبرعه. بعدين لفتوا نظري يعني جزاهم الله كل خير جماعة المركز بموضوع في تبرع خاص هو صفائح الدم، هو يختلف عن التبرع العادي. هذا التبرع الصفائح مختص بأنواع أمراض معينة لمرضى السرطان وأمراض الدم معينة، أنا مالي طبيب يعني خبير فيها، بس حسب معلوماتي المتواضعة تبرع الصفائح جدا أهم من تبرع الدم العادي. طبعا أولا هو التبرع آمن تماما، ثانيا هو عبارة عن إنقاذ حياة إنسان بحاجة لهذا الدم، سواء تبرع الدم العادي اللي هو أعتقد يمكن كل 3 أشهر أو 4 ما كتير متأكد، بينما تبرع الصفائح هو أهم، أنه ممكن كل أسبوعين أو 15 يوم
يتم تبرع صفائح لهالمرضى المحتاجين لهالصفائح الدم هاي. نعم. صفائح ميزتها انه هي حساسة بموضوع تخزينها، يعني صفائح الدم لا تخزن اكثر من 5 ايام، بينما الدم العادي ممكن يتخزن في البراد او الثلاجة لفترة اطول، فبالتالي دائما حاجة المرضى لصفائح الدم اعلى بكثير من حاجة المرضى المتبرعين بالدم بشكل عام. نعم، يعني نقدر نقول إحنا اليوم نلقي الضوء أخوي محمد أنيس على موضوع التبرع بالصفائح الدموية. يمكن كثير من الناس ما يعرفون أن التبرع بالدم ليس فقط هناك نوع واحد من التبرع بالدم، ولكن هناك نوع نقدر نقول أسمى أرقى أكثر إنسانية، أن الشخص يقوم بالتبرع بالصفائح الدموية مثل ما ذكرت. لو أن أتوقع وقت الصفائح الدموية شوي أكثر صحيح عن التبرع العادي؟ يستغرق تقريبا 45 دقيقة ل 50 دقيقة، إنما يعني أي إنسان يقدر يفكر بالآخر اللي هو المريض اللي محتاج هذه الصفائح، يعني معلش يصبر 45 دقيقة بتبرع آمن وسلس جدا بدون أي مضاعفات وأي آلام أبدا على أحدث الأجهزة الموجودة في مركز تبرع الدم ما شاء الله. فيصبر 45 دقيقة بس مجرد أنه هو جالس عم يتبرع بدون أي آلام، مقابل إنقاذ حياة إنسان معين بهاللحظة هي بحاجة هذه الصفائح. نعم بالتأكيد. يعني أخوي محمد أنيس، إذا بنقول يعني أكيد لتوجهك لمركز دبي بالتبرع بالدم وهذه الرحلة اللي تقوم بها يمكن كل أسبوعين أيضا، يعني يكون لديك شعور معين أثناء تبرعك بالدم. أكيد شعورك شعور أني أنا أقوم بعمل إنساني، أني أنا أخدم الناس. يمكن أنا الحين هذا الدم اللي أقوم بالتبرع به ينقذ أم أثناء الولادة، ولا ينقذ شخص مصاب لا سمح الله بالسرطان. فشو هو بيكون شعورك؟ لأن أنا الصراحة ما جربت هذا الشعور بحكم أني يعني للأسف لا أستطيع، يعني ما أقدر أتبرع بالدم، ولكن أنت كشخص متبرع شو هو شعورك أثناء تبرعك بالدم؟ طبعا شعور رائع جدا، لأنه موضوع العطاء أنه فعلا حس أنا ورايح أنه أنا رايح فعلا ساعد إنسان يعني من الموت، قدم له أكثر مساعدة بقدر ساعدها وهي من دمي نفسه لإله، مقابل أنه هو إن شاء الله حالته رح تستقر أو رح يتحسن وصحته رح تتحسن. فهو شعور جدا راقي، شعور جدا الحمد لله بيحس الإنسان أنا ورايح بحس أنه في اندفاع، أنه أنا بدي روح بدي ساعد، أكيد في شخص محتاج وعم ينتظر، هو على مشفى في مشفى معين على سرير معين بآلام، يعني الله يعينهم على هالآلام هاي ويخفف عنهم جميعا إن شاء الله، أكيد هو عم يستنى هالدم هذا اللي بدي يتبرع له فيه. فبالتالي شعوري الحمد لله بيني وبين نفسي بكون جدا أحس بالفخر بهالموضوع، أنه الحمد لله رب العالمين أعطاني الشرف أني كون متبرع دائم لهؤلاء المرضى المحتاجين. أي واحد فينا ممكن يقع بهالموضوع، هذا شيء مهم جدا، يعني الله هيك يعافينا ويبعد عنا كل ابتلاء يا رب، إنما هو ابتلاء معرض له أي إنسان في الأرض أكيد، فجميل يعني صحيح تماما. فكما يعني كما تدين تدان، ورب كموضوع العطاء أكيد رب العالمين يعني في ثواب من رب العالمين وفي أجر من رب العالمين، ومثل ما من داخلي عم ساعد الناس رب العالمين رح يهيئ لي ناس إن شاء الله بأوقات الصعبة إنه يساعدوني سواء صحيا أو غير صحيا. صحيح يعني، والله يبارك أخوي محمد في عمرك ويرزقك الصحة والعافية على هذا العمل الإنساني النبيل اللي أنت تقوم به، لأنه فقط هو ليس فقط عطاء للآخرين، أيضا عطاء لنفسك لروحك لجسدك. صحيح. يعني التبرع بالدم ما بيفيد فقط جسدك، أكيد هناك فوائد دائما نذكرها للتبرع بالدم على أيضا جسد الشخص اللي يقوم بالتبرع بالدم، وأيضا على الناحية النفسية مثل ما ذكرت. كفاية أني أنا أحس أني أنا خلال حياتي هذا، خلال مرحلة يعني نقدر نقول خلال عمري هذا، خلال الأيام اللي أقضيها أنا في الحياة أقوم بيعني إحياء
حياة أشخاص آخرين. أنا كل يوم بتبرعي بالدم أنقذ شخص أو شخصين، أساعد مريض. فهاي يعني يعتبر أسمى مراحل إنسانية وأرقى مراحلها، أن الشخص يقوم بالتبرع بدون مقابل، هو ما يتري المقابل. ويمكن أشخاص يشوفونك اليوم معنا في الإذاعة ما يدرون أن نحن يعني عشوائيا ومو بقصدا، ولا حد قال ولا أنت يد قلت أنا بأتكلم في الإذاعة. نحن يعني بحثنا يعني أن كثير مع الأستاذ الدكتورة مي رؤوف، أن نحن نبى منها ناس متبرعين بالدم حابين أنهم يتكلمون في الإذاعة. وأنا أشكر لك يعني مشاركتك هاي وكلامك الطيب. أيضا نحن نحب ننوه للمستمعين، نعرفهم أكثر شو هي إجراءات التبرع بالدم بالنسبة لك كمتبرع دائم بالدم. هل تشوف أن إجراءات مركز دبي للتبرع بالدم سهلة بالنسبة لك أم فيها صعوبة؟ خبرني عن تجربتك، يعني نقدر نقول من الألف إلى الياء، كيف تروح أنت تتبرع بالدم؟ شو هي الإجراءات اللي تقوم بها؟ لأن أنت كشخص متبرع بالدم بتوصل الرسالة أسرع من أي شخص آخر. تماماً، الإجراءات سهلة جداً. أولاً بداية دائماً طبعاً بيتصلوا فيني، أو حتى لو ما اتصلوا فيني أنا بشكل عادي الحمد لله كل 15 يوم بنزل على المركز. قبل ما أنزل في تطبيق بالدي اتش اي بدخله، موضوع تطبيق التبرع، في عدة أسئلة بسيطة دقيقة أو دقيقتين بجاوب عليها. هالأسئلة تضمن أمان المتبرع والمتبرع له. يعني هالأسئلة هاي إذا كان المتبرع ما بيفيده أو ممكن يسبب له أي آثار بالتبرع، فبالتالي بشكل عادي ما حيخلوني أتبرع. بينما إذا كان جاوبت عليها والأجوبة كانت تسمح لي بالتبرع، فبالتالي تضمن الأمان لي وللمتبرع له. فبعبي بس إجابات على التطبيق اللي اتش اي، بعبي إجابات معينة، وبعدين بيطلع لي مثل كيو آر كود اللي هو باخده وبدخل على المركز. طبعا تحليل بسيط أولا بيعملوا، بياخدوا عينة صغيرة كمان لموضوع تحليل الدم والأمان كلياته الحمد لله، وبعدين باشر بعملية تبرع بالدم بشكل سلس مثل ما حكينا بأحدث الأجهزة ما شاء الله. وكمان هون في شغلة مهمة جدا، أنا بحب أتشكر الكادر القائم على مركز تبرع الدم بدون أي استثناء، الجميع ما شاء الله، الجميع بكل لطافة وبكل احترافية بقدموا المساعدة. هن الناس فعلا معطائين جدا، هن الناس بيحبوا الخير، أنا بعتبرهم أكثر مني بكثير، يعني أنا عبارة عن جزء منهم من عطائهم ما شاء الله، اللي عم يشتغلوا بهالمهنة النبيلة هي اللي هي مساعدة الناس على التبرع. فكل الكادر ما شاء الله محترفين مدربين بشكل ممتاز جدا وبكل سلاسة بكل سهولة. بندخل على المركز وبتتم عملية تبرع بالدم على الجهاز، أنا ما بعرف اسم الجهاز بس هو ما شاء الله جهاز ضخم، مثل بيسحب دم بنفس الوقت بيسحب منه بلازما وشيء تاني، بعدين بيرجع برجع الدم للجسم، بيسحب وبيرجع لمدة تقريبا 45 دقيقة ليسحب منها يفلتر مثل ما منقول الصفائح. هي الصفائح وهي كمية قليلة جدا اللي بتطلع، هي هي اللي بيحتاجها المريض اللي بحالات الصعبة، يعني سرطان أو بعض أمراض الدم. وما شاء الله كادر جدا محترف، يعني من دخولي لخروجي قمة المعاملة الرائعة وقمة الاحتراف جدا. يعني دائما أنا بعتبرها زيارتي كل 15 يوم أنا بكون رايح ومن داخلي يعني مبسوط، مثل ما بنقول من داخلي أنا جميل. الحمد لله رايح أني فعلا أتبرع وأقدم شيء إن شاء الله لناس محتاجة، وبنفس الوقت في ناس محترفة جدا عم أتعامل معها بكل طيبة وكل أخلاق عالية وكل احترافية، بتشكرهم جميعا الكادر الموجود في المركز. نعم سيد محمد أنيس الخياط، حديثك عن الكادر الطبي هذا جميل ويثلج الصدر أن نحن نشوف، وأنا أيضا أضم صوتي لصوتك، رأيت كوادر في مركز دبي للتبرع بالدم وترحيب، ويعني نقدر نقول ناس تشتغل مثل يعني بضمير، هي مجرد ليست مجرد وظيفة يؤدونها ولكن يشتغلون بحب لهذه الوظيفة، مثل ما أنت تذهب بحب للتبرع بالدم. ولكن إذا تسمح لي سيد محمد أنيس الخياط أني بتدخل معنا مداخلة من أحد المستمعين حاب أنه يدخل معنا عبر الهاتف، الأخ خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيك أخوي، تفضل.
يسعدني المشاركة والمداخلة. أولا أتقدم بالشكر الجزيل للأخ محمد على تطوعه وعلى هذا الانتماء الرائع في تبرع الدم. نقول له الله يبارك لك في كل نقطة دم تبرعت فيها من أول تبرع لليوم. الله يبارك لك يا رب، هذا واجبك. بالصحة والعافية والسعادة الدائمة والنجاح والتوفيق يا رب العالمين. يسلم عمرك، واجبنا هذا يا أستاذي. الله يسعدك يا رب. الله يسلم. خطوات إن شاء الله، خطوات مباركة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون على نفس الخطأ. وأنا بشوف المركز هذا وين وبمشي على الخطأ اللي مشيت فيها. الله يحفظك ويسلمك. ومن حبي للتبرع من سنين، يعني يمكن ما أقدر أحصي عدد المرات اللي تبرعت فيها بالدم، ولكن بمشي على المسار اللي أنت مشيت فيه. الله يحفظك. ما شاء الله. أحاول إن شاء الله أكون من الناس المتميزين في المركز، أكون ما أكون يعني متعدين عليك، ولكن ترى في منافسة بينه وبين الأخ محمد الغرير. بعد محمد الغرير الصراحة أخوي خليل يعني مشاركتك هاي أثلجت يعني مو بس صدر أخوي محمد، أنا فرحت أني أنا شجعتك أن تتبرع صراحة من كل كلمة قالها وأسعدتني. وديني أقدم له مو بالشكر بس، وديني أقدم له كوني مؤسس فريق عيون الإمارات الطوعي شهادة من الفريق. نعم، واتمنى انضمام ايضا لفريق عيون الامارات التطوعي. تسلم اخوي خليل. يا ريت اقدر اتواصل مع حضرتك وانا بشرفني اكيد بكون حلقه وصل اخوي محمد والاخ خليل، ولكن لان يعني الوقت يعني للاسف ما يسعفني ويداهمني، اللي يعني يمكن نكون ازعل لاني ما اقدر اكمل في محاور هذا اللقاء يعني اللي ممكن نقول الانساني العظيم. يعني اخوي خليل اشكره على هذه المشاركه الطيبه، وانه اسعدني ان نحن لو اثرنا فيه بطريقه بسيطه. واقول له ان المركز هذا مركز بين التبرع بالدم موجود في مستشفى لطيفة، تقدر تصير دايركت على هذا المركز. أول ما تدخل في نهاية مستشفى لطيفة عند المسيد تقريبا، هناك مركز دبي للتبرع بالدم، وتقدر عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي. أشكرك لأنك دلتيني على المكان، إن بدور على جوجل. لا لا، موجود داخل مستشفى لطيفة. وأيضا أكرر الشكر الجزيل لكم. شكرا لك. ولمركز دبي للتبرع بالدم وللأخ محمد. أوكي، يعطيك العافية. يعطيك العافية أخوي خليل. طبعا مستمعين الكرام، معنا كان اليوم السيد محمد أنيس الخياط، أحد المتبرعين الدائمين بالدم. يعني أنا إذا بوجه لك كلمة، أشكر لك على عطائك وعلى إنسانيتك وعلى كلامك الطيب اللي ممكن أثر فيني وأثر في العديد من الأشخاص. إن شاء الله تكون يعني أنت بادرة الخير، بذرة العطاء، وكذلك يعني يا رب أن الله يبارك في عمرك ويجعلك يعني في صحة وعافية. ما حييت إن شاء الله. ويعني طبعا إذا عندك كلمة أخيرة في دقيقة، ما توفيك حقك أيضا هذه الكلمات، اسمح لنا على قصور الكلمات في التعبير عن الأشخاص الإنسانيين مثلك. الله يسلمك. أنا بتشكر الإمارات أولا، وبتشكر هالدولة كيف تعتني فعلا ما شاء الله بكل تفاصيل الحياة. وقطاع الصحة من أهم القطاعات اللي تعتمد على يعني الاعتناء بقطاع الصحة، هو شيء أساسي وركن أساسي. فبتشكر الدولة اللي عايش فيها اللي بعتبرها بلدي الحمد لله، واللي أخذت منها وواجب علي إني كمان أقدم له، سواء للبلد وسواء لكل الموجودين بالبلد من مواطنين ومن مقيمين، وواجب علي إني أنا أكون مساعد للجميع إن شاء الله. والله يبارك بعمركم. مشكورين جزيلا، والشكر لله أولا ومن ثم للدولة ولكم جميعا إن شاء الله. شكرا لك سيد محمد أنيس الخياط، نحن سعيدين بتواجدك على أرض الإمارات بيننا وبين أهلك وأحبابك، وعطائك هذا عطاء إنساني عظيم تشكر عليه يا أخ محمد. تسلم. الله يسلم قلبك يا رب. شكرا لك. شكرا شكرا يا مان الله.
مستمعينا الكرام في نهاية حلقة برنامج صحة وسعادة لليوم، هذه الحلقة المثرية الجميلة الإنسانية، أتمنى أن نكون أثرنا بشخص أو شخصين أنهم الحين يتوجهون لمركز دبي للتبرع بالدم ويقومون بالتبرع بالدم، وأن يكون هناك منافسة شريفة بين الأشخاص في التبرع بالدم. وأتمنى أن نكون لو قدمنا لكم معلومة طبية بسيطة فادتكم اليوم. أشكر لكم حسن استماعكم، كذلك أشكر مخرجنا لليوم الأخ ناصر السليمي، وأشكر في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي. كنت معاكم اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما يا رب الصحة والسعادة. صحة وسعادة.